من آداب الدعاء الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل إذا دعوت في سجودي أثناء الصلاة يلزمني أن أثني على الله أولاً ثم أصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أدعو؟ هذا موجود في الصلاة، الصلاة فيها قراءة الفاتحة وهي ثناء على الله، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فلا يشرع أنك تثني على الله وتصلي على النبي في السجود لأجل الدعاء، هذا موجود في الصلاة، موجود في الصلاة. نعم.